لم تستطع ألين كماكيان الحفاظ على شركتيها الحاصلتين على ترخيصي امتياز في مجال الضيافة، وذلك بسبب تراكم الصعوبات الاقتصادية منذ سنوات. ألين أبقت على مطعمها هذا في بيروت محاولة ترميمه بعد الدمار الذي ألحقه به انفجار مرفأ بيروت، فيما اضطرت إلى إغلاق علامتها التجارية الأخرى رغم سنوات من الجهد لإنجاحها. نحن بلبنان مع الأسف ما تنفسنا، بلشنا من أكتوبر 2019، مش يعني قبلها كان أحسن، بس أكتوبر 2019 بلشنا المصارف، الصعوبات الاقتصادية، بعدين أجينا 2020 مع الكوفيد والانفجار اللي صار. اليوم نحن هدفنا ما نصرف الموظفين، هدفنا نخلي الموظفين نضاين، بس أي تحدي بدنا نتحمل. ليست علامة ألين الوحيدة التي أغلقت، فأكثر من 40 علامة تجارية غادرت لبنان خلال العام 2020 وحده بحسب الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز. وتشمل هذه العلامات بشكل خاص محلات الألبسة والمجوهرات والبضائع الفاخرة والمطاعم، بعدما كان لبنان يعتبر رائدا في تلك المجالات خلال الفترات السابقة. أزمة أرخت بثقلها على القطاع، فأدت إلى تراجع المداخيل التي عادة ما تكون بالعمولات الصعبة، كما ساهمت في رفع معدلات البطالة. هيدا معاناة عم نعانيها من 2012 للسنة هاي، طبعا تسارعت بآخر سنة، وين عم نشوف الأرقام تبع السوق، أسواق معينة عم تتراجع بشكل كبير، وصلت لحدود 50% بال 2019، ولما فتنا بال 2019 عملنا حوالي 60% تراجع زيادة. سو عم نحكي قطاعات كاملة مبنية بلبنان عم تشتغل على 20% من حجم السوق لما كان ب 2012. تشكلت هالحالة، وصلنا نحن بال 2012 بلبنان لاعتبرناه بيك، أو إذا بدك أعلى أرقام وصلنا، بس نحن منشكل 4% من الدخل القومي اللبناني، منوظف 100,000 عامل، هاي بال 2012. هلأ بإحصاءات نحن عاملينا، نحن خسرنا حوالي نص عدد العمال بهالقطاع. ويلوم أصحاب شركات الامتياز الجهات الرسمية اللبنانية على عدم تقديمها سياسات واضحة وقادرة على حمايتهم من الانهيار. تراجع قطاع شركات الامتياز في لبنان لن يترك أثره على الوضع الاقتصادي الحالي فحسب، بل سيؤدي حسب خبراء إلى تراجع الابتكار اللبناني في خلق أفكار استثمارية خلال السنوات المقبلة. رودين أبي خليل، الحرة، بيروت.